السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة الثالثة، الجولة الأخيرة من كأس آسيا تحت 23 سنة. متابعين الكرام، المباريات بإذن الله تعالى هتكون على مدار يومي الثلاثاء 7/6/2022 والأربعاء 8/6/2022. اليوم الثلاثاء 7/6/2022 باذن الله تعالى عندنا مباراتين في نفس التوقيت، طبعا الفيديو بتوقيت مصر يا جماعه، واقول توقيت الدوله العربيه اللي هتلعب مباراه توقيت مكه المكرمه. استراليا هتلعب امام الاردن، والعراق هتلعب امام الكويت في نفس التوقيت الساعه 3 عصر انه مساء بتوقيت مصر، الساعه 4 عصر انه مساء بتوقيت مكه المكرمه، الساعه 4 عصر بتوقيت العراق 4 عصر انه مساء، والساعه 4 عصر انه مساء بتوقيت الكويت، و4 عصر انه مساء بتوقيت الاردن. القناه الناقله للمباراه متابعين الكرام، استراليا الاولمبي هيلعب امام الاردن الاولمبي على قناه الرابعه العراقيه، والمعلق محمد حسين اسف مناف الحميداوي، وعلى قناه اس اي سي سي 6 اتش دي من قناه السعوديه، والمعلق محمد الخمسي، وعلى قناه ابو ظبي اسيا والمعلق هو محمد حسين، وعلى قناه الكاس 6 اتش دي القطريه والمعلق هيكل الصغير، وقناه بين سبورتس اي اف سي والمعلق مدر اليوسف. والعراق هتلعب امام الكويت في نفس التوقيت على قناه الرابعه العراقيه، والمعلق حسام الوائلي، وقناة اس اس سي 3 تالتة اتش دي، والمعلق احمد النفيسة، وقناة ابو ظبي اسيا والمعلق محمد الشمسي، وقناة الكاس 5 اتش دي القطرية والمعلق منتصر الازهري، وقناة بين سبورتس اي اف سي 1 الاولى والمعلق سوار الذهب. متابعين الكرام، عندنا ايضا مباراتين في نفس التوقيت، وهما مباراة قطر امام تركمانستان، واوزبكستان امام ايران. المباراتين في نفس التوقيت الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الساعة 9 مساء، الساعة 8 مساء، 8 مساء بتوقيت قطر، و8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة كام بقى 9 ونص مساء بتوقيت ايران، وغالبا الساعة 9 مساء بتوقيت اوزبكستان، اعتقد يعني هي نفس توقيت الامارات اعتقد. طيب المباراتين في نفس التوقيت زي ما قلنا، مباراة قطر امام تركمانستان على قناة الرابعة العراقية، والمعلق محمد قيس، وقناة اس اي سي سي 3 اتش دي والمعلق عائد العصيمي الثالثة يعني، وقناة ابو ظبي اسيا والمعلق احمد الحامد، وقناة الكاس 6 اتش دي القطرية والمعلق سمير اليعقوب، وقناة بين سبورتس اي اف سي 1 الاولى والمعلق احمد البلوشي. اما اوزبكستان امام ايران على قناة الرابعة العراقية والمعلق هيثم عدنان، قناة اس اس سي 3 الثالثة اتش دي، وقناة بين سبورتس اي اف سي والمعلق عليها باسم الزير، قناة ابو ظبي اسيا الاولى، والكاس 5 اتش دي القطرية. يوم باذن الله تعالى الاربعاء 8/6/2022 عندنا مباراتين، انا قلت هتخلص الاربعاء لا، وفي الخميس عندنا مباراتين. طيب مباريات الاربعاء 8/6/2022، كوريا الجنوبية امام تايلاند، وفيتنام امام ماليزيا، الساعة 3 عصر او مساء بتوقيت مصر، 4 عصر او مساء بتوقيت مكة المكرمة. مباراة كوريا الجنوبية وتايلاند هتكون على قناة الرابعة العراقية، والمعلق مناف الحميداوي، وقناة اس اس سي 3 اتش دي والمعلق مش معروف، وقناة بين سبورتس اي اف سي والمعلق مدر اليوسف، وابو ظبي اسيا الاولى، والكاس 5 اتش دي القطرية. اما فيتنام امام ماليزيا في نفس التوقيت على قناة الرابعة العراقية، والمعلق عباس الزركاني، وقناة اس اس سي 3 اتش دي الثالثة، واعتقد الكلام ده غلط، اكيد على قناة مثلا 7 اتش دي. وبين سبورتس اي اف سي 1 والمعلق عامر الحزيرة، وابو ظبي اسيا الثانية بقى، والكاس الكاس 6 اتش دي مش كاس 5. طيب اخر مباراتين، الخميس 9/6/2022 اليابان هيلعب امام طاجيكستان، والسعوديه هتلعب امام الامارات. المباراتين في نفس التوقيت الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر، الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت مكه المكرمه توقيت السعوديه طبعا، الساعه 5 مساء بتوقيت الامارات. اليابان وطاجيكستان، القناه الناقله قناه الرابعه العراقيه، والمعلق عباس الزركاني، قناه اس اس سي 3 اكيد لا مش 3 يعني اعتقد 7 اتش دي، وقناة بين سبورتس اي اف سي 1 الاولى، والمعلق احمد البلوشه، وابو ظبي اسيا، وقناة الكاس 5 اتش دي القطرية، اعتقد برضو الكاس 6 مش الكاس 5، لان السعودية امام الامارات في نفس التوقيت على الرابعة العراقية، والمعلق حسام الوائلي، وقناة اس اس سي 3 اتش دي هي اللي هتذيع المباراة دي، وبين سبورتس اي اف سي العادية، والمعلق حسن العيدروس، وقناة ابو ظبي اسيا، وقناة الكاس 5 اتش دي القطرية، يبقى اللي فوق الكاس 6 اتش دي القطرية. عامة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. بالتوفيق للمنتخبات العربية. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.